اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد كله وبيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة دارنا. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار وأحوال أهل النار ومقيل أهل النار. نعوذ بك من النار. اللهم لا تشوي وجوهنا بالنار ولا قلوبنا بالنار، وأدخلنا الجنة بسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم امنحنا هداك، امنحنا هداك يا رب، امنحنا هداك وارزقنا تقواك يا رب، ارزقنا تقواك يا رب، ارزقنا تقواك. واجعلنا نخشاك كأننا نراك، كأننا نراك، كأننا نراك. وأسعدنا بلقياك يا ربنا، أسعدنا بلقياك، بلقياك، بلقياك. ومتعنا في الجنة برؤياك، ومتعنا في الجنة برؤياك. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة أعين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إليك والنظر إليك، ولذة النظر إليك. اجعل وجوهنا وجوها ناظرة إلى وجهك الجميل ناظرة، اجعل وجوهنا وجوها ناظرة
إلى وجهك الكريم ناظرا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا لديك من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال أحينا مسلمين، أمتنا موحدين، أمتنا مسلمين، توفنا وأنت راض عنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر يا غفار، اغفر يا غفار، ارحم يا رحمن، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا يا ربي، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا ووسع أرزاقنا يا ربي، حسن أخلاقنا يا ربي، توفنا وأنت راض عنا يا ربي، استرنا إذا دخل ملك الموت، واجعل آخر كلامنا، يا رب اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وشدته، من الموت وشدته يوم يتخلى عنا القريب والصديق والحبيب. ليس لنا ساعتها إلا أنت، يا الله، يا جميل الإحسان، يا كبير يا متعال، وقفنا على بابك، لعفوك مؤملون، ولجنتك راغبون، والله من عذابك مشفقون، خائفون. اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات، يا رب الأرض والسماوات، من بيننا مذنبين جئنا إليك مستغفرين، من بيننا أصحاب ديون، اقضها يا قاضي، يا كريم، من بيننا مرضى، اشفنا واشف مرضانا، اشف يا الله، يا من يرى مكاننا ويسمع
تسمع أصواتنا، لا يخفى عليك أحوالنا، لا لا يخفى عليك أحوالنا، بل لنا غيرك يا الله، والله ما لنا غيرك. استرنا يا الله ولا تفضحنا، وازدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. ونخص منهم مرضى السرطانات، ونخص منهم مرضى السرطانات، فلا تدع مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته. وفق أولادنا، وفق أولادنا وأولاد المسلمين، وفق طلاب الثانوية، وفقهم يا رب البرية، يا أرحم الراحمين. أصلح أولادنا، اهد أولادنا، اصلح أولادنا، وفق أولادنا، احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وشعبها، يا حافظ احفظ مصر وأهلها وشعبها وجوها وأرضها وسمائها. اجعل مصر في ضمانك، اجعل مصر في أمانك، وأهلها أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، يا ناصر يا قوي يا متين، يا ملاذ الخائفين، يا قوي يا متين. انصر إخواننا في فلسطين، نصرك يا الله، نصرك يا الله، نصرك على أعدائنا، نصرك لإخواننا. انصر إخواننا في فلسطين، جوعى فأطعمهم، مرضى فداوهم، مغلوبون يا ربي فانصرهم، فانصرهم. زلزل عدوهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، أرنا فيهم عواجب قدرتك يا جبار. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صف المؤمنين، وحببنا في بعضنا أجمعين، واقض حوائجنا الليلة يا كريم. صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وآله أجمعين.